باش مع راسك وقعد الكلام مزيان وعرف اش تقول. ودي ماشي سهل، خاصك تكون في بلاصتي باش تحس بهادشي اللي كنحس به. ونحس به، ولكن الا عرفتك فين غادي بهاد الصاك. اه غادي نمشي نجلس في شي وطيل على ما نسالي الاجراءات ديال الطلاق انا وصباح. هالكلام واش انا كاين في الدنيا وتمشي تكون في الوطيل؟ غتمشي معايا للدار. لا شكرا، خاصني نبقى قريب ومازال عاد غنشوف نهاد، ما عرفتش كي غيكون رد الفعل ديالها. صافي كلام. مرحبا بالنواره ديال الدار. السلام عليكم. لاباس بنيتي؟ كيبقيتي شويه؟ شويه، مازال كنحس براسي ضيخه. والحمد لله ملي خرجت سالمه. شتي يا بنتي الله كيبغيك. وقاتلوا النفس راه حرام، بقيتي تعاودي بحال هادشي. الله يسمح لي عمي، كاين داكشي كامل جاني على غفله وما عرفتش راسي اش كندير. ما حسيت حتى لقيت راسي في السبيطار. هادشي كيوقع، ولكن بعض المرات كيجيب لنا الله بلي الموت ديالنا احسن من الحياة اللي كنعيشو، ولكن غلط. ربما هذاك الشيء اللي مخبي الناس سيدي ربي يكون حسن. انا قولوا بسم الله. قديت لكم الدرسه، جبتكم شي كاس كرودات بحال بحال باش نشاركوا الطعام ونجمعوا الشمل ديالكم. قولوا بسم الله. خذي يا بنتي خذي. لا عمي والله ما قدرت. انت خذي والله تاخذي. لا بلاسم. بسم الله. سي عبقادر، خصني نهز بنتي ونمشيو لدارنا. كلشي غديري، كل حاجه بوقته. الى قبلتو انا يمكن لي نكري لكم وتبقاو غير هنا قراب باش نبقاو مجموعين. وانت علاش غتكريني؟ امر بدارها وهذه بدارها وساكنه مع راجلها، علاش غتكريني؟ لا عمي، هذه عمرها ما كانت داري. انا وسفيان عمرها ما طرات بيناتنا شي حاجه. وهياش دنيا عندها الحق، الزواج ديالها مع سفيان كان غلط من نهار الاول. هما شحال ما بقاو غادي يتفارقوا، اللهم يديروا عذاب احسن. واش هادشي بصح بنتي؟